طبعا من الحاجات اللي بتدعو للتفاؤل ان مصر في كل البطولات اللي هي نظمتها لافريقيا في افريقيا كانت بتكسب كل البطولات بتاعت امم افريقيا ما عدا بطوله واحده بس اللي خسرناها. نرجع بالزمن كده لسنه 1959 لما مصر نظمت البطوله وكانت وقتها باسم الجمهوريه العربيه المتحده وقت الوحده مع سوريا، ودي كانت اول مره تنظم البطوله دي تتنظم في مصر بالنسخه الثانيه. طبعا اول بطوله كانت 57 كانت اتنظمت في السودان، دي كانت ثاني بطوله اتنظمت، يعني دي اول بطوله تعتبر اتنظمت على ارض مصر اللي هي سنه 59 والحمد لله كسبناها. الحمد لله. احنا كسبنا كام مره البطوله؟ كسبنا احنا لا كتير. انت بتختبري معلومات كتير بس احنا في السنه دي فزنا باللقب على السودان لما كسبنا احنا فزنا السودان. انا عارفه قولي فزنا سبع مرات شاطره ان شاء الله السنه دي التامنه باذن الله وكسبناها باذن الله رب العالمين هنكسبها باذن الله ان شاء الله. ماشي طبعا ايامها احنا فزنا باللقب بعد الفوز على السودان بهدفين مقابل هدف واحد وعلى اثيوبيا برباعيه نظيفه يعني 4-0 بالصلاه على النبي. حلو قوي. طبعا وقتها يا عامر ما كانش النظام المتبع هو نظام الاقصاء زي دلوقتي ولكن كان بيحسب بنظام النقاط وساعتها طبعا الفراعنه يعني كسبوا اللقب زي ما انت قلت بالفوز مرتين، مره على السودان مقابل هدفين لهدف واحد ومره ثانيه على اثيوبيا زي ما قلنا برباعيه نظيفه والمنتخبين اللي كانوا هم يعني هم دول بس المنتخبين او ثلاث منتخبات اللي كانوا مشاركين في البطوله مصر صح. السودان واثيوبيا صح. عايزه اقول لك بقى نوره ناس كتير طبعا ما عصرتش البطوله دي يعني ناس كانت لسه ما اتولدتش ولا احنا صغيره قوي واحنا ما كناش اتولدنا اساسا لكن طبعا في البطوله دي لمع يعني جدا جدا النجم محمود الجوهري الكابتن محمود الجوهري طبعا الناس كلها يعني في احنا مش هنقدر نتكلم عنه احنا محتاجين نعمل حلقة مخصوص او فقره مخصوصه عنه. هو كان هداف البطوله دي وعايز اقول لكم ان هو طبعا كابتن محمود جوهري كان شارك في تدريب المنتخب في مشاركته في كاس العالم سنه 89 طبعا. طبعا.